مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن بداية وانطلاقة شوطنا الثامن بمجموع الأشواط والخاص بالزمول المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة مع هذه الانطلاقات. تقدم وسير إلى المركز الأول، أتقدم مع الصدارة والمقدمة تحمل دائما هذه الأسماء المنطلقة ووحشان على المركز الأول. سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي من يتقدم ويقدم وحشان على المركز الأول، النقلة إلى المركز الثاني ويتواجد ناصي على ثاني المراكز. مبارك بن حمد بن يعان الشامسي القادم على المركز الثاني، النقلة للمركز الثالث، وتابع ثالث الأسماء وثالث المراكز. يتواجد ريض على المركز الثالث، سالم بن مسهر بن غانم بالقوبع المنصوري يتقدم في هذه اللحظات. ريض على المركز الثالث والنقلة للمركز الرابع. ياتي حكيم يتقدم في هذه اللحظات بشعار سعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي القادم على رابع المراكز والمركز الخامس. نتابع من الجانب الاخر حضور في هذه اللحظات من السليماني قادم راشد بن سعيد بن مبارك الفلاسي القادم في هذه اللحظات. شعار بن مجرن القادم والمتقدم في هذه اللحظة ويتقدم مع انطلاقة السليماني المركز السادس. نتابع المركز السادس، أم خاصم القادم في هذه اللحظات على سادس مراكزنا، صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميدي القادم في هذه اللحظة يقدم مخاصم على المركز السادس. سابع مراكزنا يتواجد راهي القادم وخليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميدي القادم على سابع مراكزنا. ننتقل إلى المركز الثامن ويتواجد نبراس خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة في هذه اللحظات. يتقدم شعار محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتقدم ويقدم نبراس. نبراس على المركز الثامن. تاسع الأسماء يتواجد الطاير مطر بن محمد بن دحروي يقدم الطاير العامري القادم في هذه اللحظات. والمركز العاشر القادم أبو شنكي القادم وعوض بن نصيب بن عتيج السموسي يتابع أبو شنكي القادم والمتقدم على عاشر مراكزنا. هكذا هي النتيجة، هكذا والإعلان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. ونتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، أسماء قادمة شعارات مندفعة خلف العشر المراكز الأولى المنطلقة. ولنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة وصدارة هذه الأسماء. وحشان 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 سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي من يقدم وحشان على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. ناصي القادم، ناصي بشعار بن يعان يتقدم على ثاني المراكز. مبارك بن حمد بن يعان الشامسي من يقدم ناصي على المركز
المركز الثاني النقلة للمركز الثالث. ويأتي ريض 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 في أداء ريض في سيرة في هذه اللحظة، ينطلق ريض على المركز الثالث ويتابع ريض ويقدم ريض وفي عملية تدريب هنا يتابع سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يتقدم ويقدم ريض على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع يأتي السليماني، يأتي شعار راشد بن سعيد بن مبارك بن مجرن الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات الفلاسي ويقدم السليماني على المركز الرابع. النقلة للمركز الخامس وأتابع القادم في خامس المراكز، حكيم يتقدم وسعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي من يتابع انطلاقة حكيم المتقدم ما شاء الله على المركز الخامس. المركز السادس وصل وتقدم راهي ويبحث عن ثاني نقطة لهذا الشعار، راهي راهي خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميني القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز يتقدم مخاصم بشعار أحد القادمين من منازف صالح بن محمد بن صالح الحميري القادم في هذه اللحظات ويبحث عن ثاني النقاط في صباح هذا اليوم. يتقدم مخاصم بشعار صالح بن محمد بن صالح الحميري النقلة للمركز الثامن ويتواجد نبراس 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 يقدم نبراس في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة ينطلق في هذه اللحظات بن حلوكة ويقدم نبراس، يتابع نبراس على المركز الثامن. المركز التاسع ينطلق في تاسع الأسماء، يأتي زيزوم ويتقدم في هذه اللحظات شعار مهير بن علي بن راشد بن كليب حضر في هذا الصباح ويكرر حضوره، يبغي النقطة الثانية. وكذلك بن دحروي يأتي ويقدم الطيار، الطيار ينطلق ويبغي السلام للمرة الثانية إلى أهالي مرغم ولكن بطريقته وبأسلوب شعاري بن دحروي مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء. بدأت في هذه اللحظات بالوصول، بدأت بالزحف إلى المراكز المتقدمة، الكل وصل في هذه اللحظات. وصلت الزمول المهجنات الأصايل شعارات أبناء القبائل حاضرة في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، ولا زال وحشان 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 والمنعطف الأخير يا وحشان اتجاهنا إلى المقصورة الرئيسية وإلى خط النهاية. وحشان وبن سالمين الخيلي يتقدم في هذه اللحظات، سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي يتابع يراقب حتى هذه اللحظات انطلاقة وحشان على المركز الأول. المركز الثاني القادم حكيم، ينطلق حكيم لمالك سعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي قادم شعارك يا ابو راشد على ظهر حكيم، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. بدأنا نقترب من الثنين كيلومتر ونغادر الثنين كيلومتر مع حضور هذه الأسماء، مع انطلاقة هذه الشعارات نتابع الأسماء القادمة بن دحروي وبن كليب في صراع على المركز الثالث. ولكن شعار زيزوم يتقدم مهير بن علي بن راشد
بن كليب يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث، المركز الرابع الطيار القادم، الطيار مطر بن محمد بن دحروي العامري القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع، المركز الخامس أتابع التدخل من قبل شديد القادم، أول نداء لشديد القادم بشعار جابر بن متعب بن حمد آل منخس المري القادم في هذه اللحظات، المتقدم مع شديد وأول إذاعة لشديد، نتابع الأسماء القادمة، نتابع الشعارات القادمة، وأول الواصلين مناور سعيد بن نايع بن سالم النعيمي القادم، أول نداء لمناور بن حلوكة محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة يقدم براس، نتابع السليماني لراشد بن سعيد بن مبارك بن مجرن الفلاسي قادم، والحميري مع راهي خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري قادما على المركز التاسع، يبغي النقطة الثانية، المركز العاشر يتواجد مسامح لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، الكيلو متر الأخير، الكيلو خطير، يا هل الزمول، يا هل المهجنات الأصايل، لمن هذا الشوط؟ ثامن الأشواط، ثاني الجولات، نعود إلى الصدارة، نعود إلى شديد، خطف الصدارة من حشاد، تقدم على المركز الأول، بن حلوكة يقدم نبراس، نبراس بن حلوكة، ولكن شديد، جابر بن متعب بن حمد، آل منخس المري، يتقدم في هذه اللحظات. الستمائة متر الأخيرة، يا بن حلوكة، يا بن حلوكة، وضاري بن كليب، ضاري ضاري ضاري، أول نداء لضاري القادم في هذه اللحظات، عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب القادم، وبن نايع قادم، ولكن بن حلوكة، بن حلوكة، بن حلوكة، الراس الخيمة، الراس الخيمة، الجلفار، الجلفار، اللحظات الأخيرة، هل الميدان قادمين، هل الميدان قادمين، الامتار الاخيره، ولكن جلفار تنادي، جلفار تنادي هذا الناموس، جلفار ونبراس، نبراس وجلفار، واللحظات الاخيره يا بن حلوك، اللحظات الاخيره، محمد، محمد بن خليفه، بن خليفه بن سالم بن حلوك، تهانينا والناموس، والسلام الى جلفار، السلام الى جلفار، الى اماره راس الخيمه، تهانينا وناموس لمالك نبراس خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوك، لك التهاني يا أبو محمد. المركز الثاني ضاري لعبد العزيز بن سيف بن كليب، المركز الثالث شديد لجابر بن متعب بن حمد المنخس المري، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع زيزوم المهير بن علي بن راشد بن كليب، والمركز مناور لسعيد بن نايع بن سالم النعيمي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هي الإثارة، وتوقيت نبراس 13 دقيقة 23 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمحمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة على فوز نبراس، وسلام يا جلفار سلام صباحي. المركز الثاني 13 دقيقة 24 ثلاث أجزاء من الثانية، هذا اللي وصلنا، ضاري لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب، المركز الثالث، المركز الثالث 13 دقيقة 25 ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالكي تهانينا والناموس لمالكي شديد جابر بن متعب بن حمد المنخس المري، تهانينا والناموس للجميع.